صرنا بنسمع كثير بولادات بتصير بالجو اي بالطياره، وهون المضيفات بيقوموا بواجبهم على اكمل وجه لانهم متدربين على هيك شيء. بس السؤال اللي بيضل بحير الكل، شو رح تكون جنسيه المولود؟ هل جنسيه اهله او جنسيه البلد اللي موجوده بجو الطياره او حتى جنسيه شركه الطيران؟ اخر ولاده من هالنوع كانت على متن الطيران التركي، وبعد ما خلصت الولاده بسلام ضل السؤال المطروح، شو رح تكون جنسية الصبي؟ ما تنسوا تتابعوا برنامج نجوم بلا حدود على الساعة 10 بتوقيت السعودية من الأحد إلى الجمعة على تلفزيون الآن.